وللحديث أكثر عن أزمة الوقود في لبنان وحديث الأمين العام لميليشيا حزب الله عن حلها من خلال إيران، ينضم إلينا عبر الهاتف من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان قطب. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسان. مئات الشركات تغلق أبوابها بسبب نقص الديزل والبنزين وانقطاع الكهرباء، هل يحل الأمين العام لميليشيا حزب الله حسن نصر الله هذه الأزمة بتلك السفينة التي يستقدمها من إيران حسب رأيك؟ أستاذ حسان، إذا كنت تسمعني، السؤال هو مئات الشركات تغلق أبوابها اليوم بسبب نفاد الوقود والبنزين وانقطاع الكهرباء في لبنان، هل يستطيع الأمين العام لميليشيا حزب الله حسن نصر الله من حل هذه الأزمة بتلك السفينة التي يستقدمها من إيران؟ مع بداية الأزمة اللبنانية أعلن حسن نصر الله زعيم حزب الله أن بيئته وحزبه لن يعاني من أي أزمة على الساحة اللبنانية بسبب الحصار أو العقوبات المفروضة، وذلك بسبب الدعم الإيراني المتواصل لحزبه ومجموعاته وميليشياته وبيئته. ولكن واقع الأمر أن لبنان بأسره يعاني من أزمة، وبيئته أيضا بشكل خاص تعاني من نفس الأزمة، حيث تتوقف المؤسسات عن الخدمات، عن تقديم الخدمات بسبب نقص الوقود من مازوت وديزل وبنزين. لذلك هذه السفينة التي تحدث عنها حسن نصر الله إنما الهدف منها هو تخفيف الاحتقان في الساحة اللبنانية وإظهار أنه قادر على استحضار الوقود من إيران، رغم أن إيران بالأمس قالت أن هذا الوقود لم ترسله إيران كدولة إلى لبنان، ولكن هناك تجار لبنانيون شيعة كما ورد في البيان. السؤال هنا لماذا وصفت هؤلاء التجار أستاذ حسان من إيران وسيشحنه إلى لبنان؟ السؤال هنا المهم، لماذا يعني أصرت إيران على توصيف التجار اللبنانيين على أنهم تجار شيعة؟ لماذا هذا التصنيف برأيك؟ هذا المقصود منه هو تعزيز الانقسام المذهبي والطائفي في لبنان، بأنها تتعامل مع مواطنين شيعة وأنها تحاول دعم تجار شيعة بالوقود، رغم أن هناك عقوبات على إيران تمنعها من تصدير الوقود، وهناك عقوبات على من يقوم باستيراد الوقود من إيران. ولذلك حزب الله الآن مربك، لأن هذا الوقود لم يأتي كمساعدة من إيران إلى لبنان، بل هو عبارة عن وقود تم شراؤه وسوف يصل إلى لبنان إذا وصل إلى لبنان بثمنه، وبالتالي على الجمهور أن يدفع ثمنه للحصول عليه. الوصف بمعنى أنه التجار شيعة الذين اشتروا هذا الوقود هدفه تعزيز هذا الانقسام في لبنان، وأن هناك بيئة تحظى برعاية إيرانية وبالتعاون إيراني، وهي مستعدة للتعاون معهم طالما هم يتعاونون معها. بعيدا عن هذه التوصيفات وبعيدا عن كل شيء، لماذا تعترض بعض القوى اللبنانية على استيراد المحروقات من إيران وترى أن هذه السفينة المنتظرة ستحرك آلة الحرب بدلا من تشغيل مولدات الطاقة الكهربائية والمحركات؟ قانون قيصر يعاقب كل من يتعاون مع إيران سواء بالاستيراد أو بالتصدير، وخاصة إلى لبنان ومن لبنان إلى سوريا. والكل يعرف في لبنان أن هناك تهريب الوقود من لبنان إلى سوريا لدعم النظام السوري، ومن يشرف على المعادن الحدودية بين لبنان وسوريا هو ميليشيا حزب الله والمتعاونين معهم، وهذا التهريب مستمر وهو الذي يترك آثارا سلبية على الاقتصاد اللبناني وعلى كمية الوقود الموجودة على الساحة اللبنانية. وحزب الله أيضا يستفيد من هذا الوقود بأنه يستفيد من فارق السعر، حيث أن صفيحة البنزين في لبنان توازي قيمتها 4 دولار وهي في سوريا تباع ب 23 دولار، أي أن الفارق كبير جدا، وبالتالي حزب الله يستفيد من هذا الفارق ويمول نفسه وميليشياته من المال الشعب اللبناني ومال الحكومة اللبنانية، ويستعيض عن التمويل الإيراني بالتمويل المحلي. إذن الأزمة هنا هي تهريب المصرف المركزي بتمويل شرائها وهو لن يقوم بذلك حتى الآن. إذن الأزمة هنا هي تهريب المحروقات إلى سوريا كما قلتم. إذن هل توافقون على القرار الذي اتخذه محافظ البنك المركزي اللبناني برفع الدعم عن المحروقات اللبنانية، وهل هذا مرتبط
بتهريب المحروقات أم لا؟ طبعا القرار المصرف المركزي هو لحماية ودائع اللبنانيين ومنع استنزافها لصالح استقرار النظام السوري ودعم النظام السوري على حساب الشعب اللبناني، وكذلك تمويل حزب الله من أموال الشعب اللبناني. هناك فريقين يستفيدون من التهريب، حزب الله داخليا والنظام السوري الذي يفتقد بالوقود. وإذا كانت إيران قادرة على دعم لبنان بالوقود، لماذا لا تدعم النظام السوري والشعب السوري بالوقود وهي التي تهيمن على الواقع السوري؟ ما يكشف هذا التضارب في المواقف هو أن هذه الباخرة التي سوف تأتي إلى لبنان إذا في حال وصلت إلى لبنان لن تستطيع حل الأزمة اللبنانية، ولكن سوف يستفاد منها في امتصاص جزء من الأموال اللبنانية من الأموال الصعبة لصالح النظام الإيراني وصالح حزب الله. ولكن إسرائيل بالأمس قالت أنها لن تسمح لهذه الباخرة أو ناقلة النفط الوصول إلى لبنان، وبالتالي اعتراض هذه الباخرة قد يأخذنا إلى صراع مفتوح، وعدم اعتراضها قد يأخذنا إلى عقوبات أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية على لبنان، لأنه تعاون مع حزب الله وتعاون مع إيران على استيراد الوقود وضخه إلى سوريا أيضا. لبنان يعاني من مشكلة حقيقية الآن نتيجة الفوضى السياسية والفوضى الأمنية وهيمنة حزب الله على الواقع. من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان قطب، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.